إلى ذلك أكد رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي أن الصحافة البحرينية سوف تمضي قدما وبكل مهنية وموضوعية وصدق في أداء رسالتها الوطنية والصحفية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، مشيدا بأجواء الحريات التي أتاحها المشروع الإصلاحي والديمقراطي لجلالة الملك المعظم، وما أرساه من قوانين وتشريعات متطورة تكفل حرية الرأي والتعبير، والتي مكنت الصحافة الوطنية من أن تؤدي مهامها وفق اعلى مستويات المهنيه والحرفيه وان تكون صوتا معبرا عن هموم وتطلعات المواطنين